اهلا بكم مشاهدينا الكرام على شاشه اكسترا نيوز. منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسه الجمهوريه في 7 من يونيو من عام 2014 استطاعت مصر بقيادته تحقيق نجاحات ملموسه في سياساتها الخارجيه في دوائرها المختلفه العربيه الاسلاميه الافريقيه والدوليه. استعادت مصر مكانتها ودورها المحوري لصالح شعبها والمنطقه والعالم ايضا، الامر الذي حقق العديد من اهداف ومصالح مصر. كان ابرز شيء هو نجاح الدبلوماسية المصرية في التعامل مع ملف سد النهضة. السياسة المصرية الخارجية لا شك أنها أعادت شبكة علاقات مصر الإقليمية والدولية إلى المستوى المأمول من التوازن والندية والاحترام المتبادل، وهو ما ساهم في تحقيق أهداف الأمن القومي المصري ودعم قدرات مصر العسكرية والاقتصادية. مزيد من النقاش حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أهلا بيك يا دكتور معتز ومنورنا. اشكرك، ربنا يخليك. طيب قبل ما نتكلم في تفاصيل بعينها فيما يتعلق بالدبلوماسيه المصريه، عايزين نعرف من حضرتك رؤيه اوليه حول ما حققته الدبلوماسيه المصريه في الاونه الاخيره تحت قياده الرئيس السيسي. خلينا نقول انه السياسه الخارجيه ربما تشبهها بانها زي سلوك الانسان، في سلوك خامل دورمنت، تحس كده انه الدوله موجوده ومش موجوده، هي موجوده على الجغرافيا على خريطه لو بصيت فيها، هي موجوده بتحتل مساحه بس بتحاول تعرف هي ايه الدور اللي هي بتلعبه، وتكتشف انها اختارت او املي عليها انها ما تلعبش دور. وربما يكون ده احيانا بسبب صراعات داخليه، فالدوله بتلاقي نفسها متكتفه مش عارفه تنكفئ على نفسها، يعني بتحاول تحل بقى مشاكلها الداخليه الى اخره، وده اللي احنا مرينا بيه لحد بعيد بعد 2011. وكان يعني كان في فراغ في المنطقه، طب يعني نعمل ايه في ملفات الدول الثانيه اللي عندها مشاكل؟ عاده الانصات للصوت المصري بيبقى مهم، مش بالضروره ده معناه ان هم هيلتزموا اللي احنا بنقوله، بس على الاقل بيبقى مفهوم فين التوجه اللي بنسميه التوجه المعتدل في السياسه الخارجيه في المنطقه. يعني في طبعا سياسه خارجيه اكتر بنسميها اكتف، نشطه. أيوة. ودي اللي بتحاول انها ما تبقاش ساكته في وقت ينبغي فيه الكلام، ما يبقاش خامله في وقت احنا محتاجين فيه مبادرات، محتاجين فيه رؤيه، محتاجين فيه ازاي نطلع بره المطب، ازاي ناس ما بتكلمش بعضها، طب تعالوا نحاول نعمل لكم مؤتمر تقعدوا تناقشوا بعض، مش هنتدخل في شؤونكم بس هنقول لكم ده الطريق اللي احنا من وجهه نظرنا نعتقد انه صح. في دول ثالثه بتتبنى ما يسمى بسياسه خارجيه عدوانيه. اللي هو لا، يعني هو الوضع الراهن مش مناسب لي وعايز يغيره حتى ولو بتدخل في شؤون الدول الثانيه، ربما يرسل قوات. يعني شفنا ايران واللي بتعمله في دول الخليج، وبتعمله في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن، وتركيا واللي بتحاول تعمله في مصر وفي ليبيا، ولو يعني استطاعت انها هذا السلوك العدواني في الدبلوماسيه نتيجه سياسات توسعيه عند هذه الدول. طبعا عندها رغبه في انها ما تكونش مجرد دوله، وانما تكون مركز لمجموعه من الدول بيكونوا هوامش بيدوروا حواليها، فتدي اوامر لده اعملوا كذا، فيبقى طبعا حلم مثلا دوله زي الدوله التركيه، زي ما ايران بتعمل في المشرق العربي، تركيا نفسها تعمل في كل المنطقه العربيه، يكون لها مجموعه من التوابع، من يعني تحديدا جماعه الاخوان المسلمين ومن يسيرون في نهجهم، ويبقوا بيشتغلوا بالكروبرال كنترول، فيبقى تونس. طبعا احنا هنتكلم عن تركيا بالتفصيل يا دكتور معتز، ولكن يعني مما فهمته من حضرتك انه الدبلوماسيه المصريه دائما ما كان لها ثوابت، حتى يعني من قديم الازل من قبل ثوره 52 طبعا. الدبلوماسيه المصريه هي دبلوماسيه عريقه لها مجموعه من الثوابت، يمكن ما اتغيرتش بتغير يعني القيادات الانظمه، صح؟ طبعا. صحيح. فانا بس هربط بقى الاجابه السؤال ده باللي قبله، فمصر الان اصبحت في سياسه خارجيه نشطه، اللي هو النوع اللي في النص الاكتف، اللي هو ما ينفعش يبقى خامل. يعني انا طبعا مع كل احترامي للدول العربيه المحيطه، بس في دول يعني موريتانيا طبعا كل التقدير لها، بس ما فيش مساحه حركه كبيره ليها تعمل ايه مثلا في حل اي مشكله من المشاكل. ربما الجغرافيا بتلعب دور، وجودها في اقصى المغرب العربي، يعني ممكن اضرب امثله بكذا دوله بس انا هكتفي بالمثال ده. يعني حاله مصر طبعا مع كل التقدير للشعب الموريتاني يعني والنظام الموريتاني طبعًا. بس انا قصدي انه احيانا القيود الجغرافيه بتملي عليك انك ما تقدرش تعمل اكتر من كده، بتملي عليك نفس القيود دبلوماسيا يعني. بالظبط كده. حاله مصر هي النوع يعني احنا كمان بقى قدرنا كده وموقعنا وتاريخنا، مفيش كلام ان الدبلوماسيه يجب ان تتحرك طبقا لهذه المعايير. ده صحيح. فانت قررت ان تكون سياسه خارجيه نشطه بتقوم على دور فاعل في المنطقه، بس مجموعه من الثوابت. رقم واحد امنك او امنك الوطني، وكلمه الوطني مقصود بها مصر بحدودها اللي احنا عارفينها، وامنك القومي. ولو حصل تعارض ما بين الاثنين انت بتغلب الوطني على القومي، مش لاسباب تتعلق بان احنا مثلا اندال او لا، لكن بمنطق ان انا لو ساعدتك لدرجه ان انا هغرق
احنا الاثنين هنغرق. طبعا. يعني انا عارف المثال اللي بيجي في بالي مثلا وانت راكب الطياره، الراجل يقول لك ايه لو الضغط انخفض في الطياره انت هينزل لك حاجه من السماء، ركب الاكسجين، بس خد بالك ما تساعدش حد غير انت تركب نفسك الاول. يعني انت اضمن انك انت ويل سرفايف، هتفضل عايش بالزبط. هتفضل واقف على رجلك عشان تعرف تساعد، انما لو انت وقعت ده كمان هيقع. طيب. فانت مطلوب منك ان امنك اولا الامن الوطني والامن القومي. ثالثا فكره الاستقرار الاقليمي، فكره تكامل الوطني للدول، بمعنى ان احنا لا نؤيد اي نزاعات انفصاليه، لكن دايما بنقول يا اخواننا يا كرد احنا لا يوجد خلاف لا عرقي ولا ديني بيننا وبينكم، لكن بنقول لكم انه حاولوا قدر المستطاع ان تحلوا مشاكلكم داخل اطار الدوله الوطنيه. فكره التكامل الاقليمي للدوله، نحن لا نؤيد اي نزاعات تؤدي الى تقزيم الدول، لانها بنسميها سليبر سلوب، يعني حاجه ما تعرفش توقفها، هتفضل ماشي. ما انت ما هو لو فتحت الباب ده لن توجد دولة إفريقية من غير كده، ولن توجد ثوابت الحفاظ على الدولة الوطنية الدولة المصرية وطبعا كل الدول الوطنية في الإقليم على الأخص الدول العربية. ده صحيح. بنعرفه منين؟ عادة ده بنعرفه من فكرة الجيش الوطني. ليه؟ مش في مصر، في العالم كله لو لم يوجد جيش وطني محترف ليس طائفيا ولا توجد فيه انقسامات داخلية لا رأسية ولا أفقية، لو وجد هذا الجيش يبقى هذا هو الكيان الأولى بالمساندة والتقديم. ليه؟ لأنه هو بيبقى بالتعبير البلدي يقولك هو العمود اللي واقف عليه كل المؤسسات التانية. ولولا أنه كان فيه جيش وطني موجود في أمريكا أثناء الحرب الأهلية لكانت أمريكا بقت أكتر من 20 دولة متحدة، تبقى ولايات وفاق. بالضبط كده. نفس الكلام، حدود كل دول اوروبا حدودها الحاليه صنعتها جيوش. بعباره اخرى ان فكره الجيش الوطني دي مساله مهمه. طيب مصر بقى بتعمل ايه؟ مصر في محيطها الاقليمي لقت مصر ما 2014 يعني مصر ما بعد ولايه الرئيس السيسي اكتشفت او وجدت نفسها في منطقه بيعاد تشكيلها مره اخرى. وهنا ساذكر بمقاله بمجموعه مقالات كتبت تحت عنوان عرب سبرينج في مجله امريكيه اسمها ديموكراسي، وكانت تتحدث من منتصف التسعينيات عن انه الدول العربية لو تحولت ديمقراطيا عبر ثورات او احتجاجات او ضغوط شعبوية اغلب الظن لن تتمكن من الحفاظ على وحدتها. هنا بتبقى معضلة بقى، هنا بتبقى معضلة حد زي صانع السياسة الخارجية المصرية. انا عايز دولة ولا بأس أبدا أنها تكون دولة ديمقراطية، لا بأس، لكن لو حصل صراع ما بين الاثنين ابدأ بالدولة، لأنها لو بقت دولة ممكن تبقى ديمقراطية. صحيح. إنما لو ديمقراطية من غير دولة هتتحول لفوضى. وهذه الفوضى هرتب عليها فكرة بقى العشوائية ودمار مقدرات النهاردة يعني طبعا وبتؤدي في الآخر لحروب أهلية. يعني كذا دولة موجودة في عالمنا العربي يعني حصل فيها هذا الحدث. النهاردة يعني الرئيس السوري في واحد من اللقاءات بيسألوه بيقولوا له أمريكا محتلة بعض مناطق إنتاج النفط في سوريا، ده لا يحزنك؟ قال له يحزنني بس أنا هعمل إيه؟ يعني شوف المسألة وصلت لدرجة إيه، أنك وصلت لدرجة إنك أنت بتتسرق وعارف إنك بتتسرق وشايف اللي بتسرق لكنك لا تملك القدرة على منع هذه السرقة. طيب. عشان كده مصر بتؤيد فكرة إن يكون في التفاف حول المؤسسة الوطنية الأهم اللي هي الجيش في كل دولة من الدول العربية. طيب نرجع تاني للدبلوماسية المصرية، وبالتأكيد تلعب دورا مهما للغاية في موضوع سد النهضة، هذه الاجتماعات التي تعقد في واشنطن، واللي فهمنا من خلالها انه تم تفاهم على محاولة التوصل الى اتفاق له توقيت زمني. يعني مصر في هذا الملف بالذات دكتور معتز الحقيقة انها انتهجت سياسة واضحة جدا خارجيا. الرئيس عرض هذا الموضوع على اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذهب به أيضا إلى روسيا واجتمع أيضا برئيس الوزراء الإثيوبي هناك، ثم عرضت واشنطن الوساطة بين مصر وإثيوبيا والسودان حول هذا الملف. أولا قراءاتك لخطوات الدبلوماسية المصرية فيما يتعلق بملف سد النهضة. استخدام الدبلوماسية المصرية بهذه الطريقة بيحدد بيحقق هدف أو أكثر من الثلاثة اللي جايين. رقم واحد، يا إما أن بالفعل ننجح في إيجاد حل للمشكلة، نقعد ونتفق ونتناقش والأطراف الأخرى بالولايات المتحدة والبنك الدولي يقدموا حلول معقولة
ترضي الطرفين. طبعا ارضاء الطرف المصري معناه انه ما يكونش في مساس بمياه النيل، لانه بالنسبه لنا دي حياه او موت. انت كده بتطلب من الشعب المصري انه يضحي بارضه، يضحي بحياته، يضحي بمستقبله علشان هم يحققوا تنميه اللي احنا ما نحترمها وبنقدرها، لكن في نفس الوقت مش عايزين الثمن يبقى غالي او كده. فوارد جدا انت تعرف تحل المشكله على طريق الدبلوماسي. تاني حاجه ممكن الدبلوماسيه لو ما اتحلتش بهذه الصيغه، ممكن ان الدبلوماسيه تحشد لك راي عام دولي مساند، سواء بتتكلم عن دول او بتتكلم عن منظمات، سواء دوليه او دوليه حكوميه او دوليه غير حكوميه، بحيث ان في الاخر خالص يوم ما تتكلم في هذه القضيه وتيجي سيرتك في السي ان ان ولا البي بي سي ولا غيرها، تلاقي راي عام مؤيد ليك انه مصر لا تقبل، لا تريد الاعتداء، بترحب جدا ببناء السد، بالعكس قبلت به في 2015 وتقول ابنه، بس خلونا نتفق على الشروط اللي تخليكم تستفيدوا منه. بالظبط، تستفيدوا منه الاقصى مدى بس بما لا يتعارض معايا، يعني لا يتعارض مع حقي في الحياه. مصر عاشت طول عمرها بدون، يعني اعتمدت في حياتها كلها على نهر النيل، انما اثيوبيا عاشت حياتها كلها من غير السد. فاقصد انه لو انتوا طولتوا شويه، يعني بدل 3 سنين خليتوه 7 سنين، ده هيعطل التنميه عندكم سنين، بعض السنين. انما لو انتوا تصممتوا على 3 سنين، انتوا ربما بتضروا بحياه الشعب المصري اللي عاش حياته كلها بلا اي مجال للتنازل او التفاوض على حقوقه في مياه النيل. ثالث حاجه ودي مهمه، وهو انك تقيم الحجه على الطرف الاخر. يعني الموضوع بقى باص خالص، لا احنا عملنا اللي علينا، عارف اللي هو يعني انا جيت لك وبص على راسك وجبت لك ناس تتوسط و و الى اخره. طب يعني ما فيش حاجه بقى نعملها خلاص. يعني هنا بتبقى الرساله مهمه انه هذه الدول استنفدت، مصر يعني استنفدت كل ما تستطيع علشان تحقق تسويه معقوله لمشكله هي بالنسبه لها حياه او موت، وبالنسبه للطرف الاخر ما بقولش رفاهيه لكن بقول هي ما دون الحياه والموت. يعني بعباره اخرى الشعب الاثيوبي عايش طول حياته من غير هذا السد، ما فيش حاجه، ما فيش اعتداء من مصر على اثيوبيا بانها تقول لهم خلوه من 3 ل7، انما في اعتداء من اثيوبيا على مصر لو هم قرروا ان هم يخلوه 3 مش 7. فبالتالي انت بتقيم، ربما ده لو احتجت تقيم الحجه على الطرف الاخر بانك تقول له والله انا يعني انا غلب حماري، انا عملت كل عليا، كلمت الناس وتفاوضت معاك واديتك فرصتك وقلت لك جيب مكاتب استشاريه، والمكاتب الاستشاريه انت ما استمرتش يعني الى اخره. ففي النهايه دبلوماسيه هي نوع من في الهدف، الاهداف بتاعتها تحل المشكله، يا اما انك انت تكسب راي عام عالمي يساندك في حل المشكله، يا اما الحاجه الثالثه انك تقيم الحجه على الطرف الاخر. عشان لو توجهت بقى المجلس يعني لو توجهت للاتحاد الافريقي او توجهت لمجلس الامن او غيره، يبقى انت والله يا اخوانا ادي التاريخ، يبقى في استناد لمعاهدات الانهار الدوليه، ده صحيح، وادي اللي عملناه وادي محاولاتنا واحنا قدمنا حسن النيه. انت ماشي على يعني ماشي على كتاب، يعني احنا بالظبط ماشيين على مانيوال كيفيه اداره الازمات الدبلوماسيه بطريقه دبلوماسيه، بدون لا انت بتهدد ولا انت بتتكلم، انت بتقول تعالوا. خرج ايضا تصريح من البيت الابيض بيشيد باداره الدبلوماسيه المصريه لهذا الملف، يعني في خلال هذه الاجتماعات. من وعايز اقول لك الدبلوماسيه المصريه اعرق يعني بتاريخ طويل جدا حتى من الدبلوماسيه الامريكيه نفسها. فانا عايز اقول احنا نجيد، يعني احنا اللي عملناه مع مفاوضات طابة، ولا واللي احنا عملناه في 73 نفسها، احنا الدبلوماسيه المصريه شاركت في خطه تضليل مهمه جدا لاسرائيل انذاك. يعني احنا الدبلوماسيه المصريه كانت دائما في خدمه المشروع الوطني المصري متى وجد. ما هو احيانا بيجي لك قيادات مش الدنيا ملخبطه، هو مش فاهم اصلا المشروع مش واضح في ذهنه، فالوزاره الخارجيه انا عايز اساعد بس مش عارف اعمل ايه. فالحقيقه دائما كانت وزاره الخارجيه المصريه في خدمه المشروع الوطني المصري متى وجد، وهو موجود الان، اللي هي فكره انه مصر تكون بيسموها الفلاج شيب، اللي هي السفينه رقم واحد في الفلك بتاع السفن، 50 سفينه مثلا تلاقي السفينه رقم واحد اللي هي شايله العلم اللي كله ماشي وراها. فانت النهارده بقيت كده، بقيت بتقوم بهذا الدور انك انت بتقود دول الاعتدال في المنطقه نحو سياسات لا تؤدي الى مزيد من الصراعات، لا تؤدي الى مزيد من الخلافات الداخليه. بنحاول نساعد، طيب حتى من طرف الخفي، طب نعمل ايه في لبنان، طب نساند ازاي في سوريا، طب نساند ازاي في، لانه انت عندك النهارده 10 دول عربيه اللي هي كل جمهوريات في مأزق، من الصومال لفلسطين للبنان للجزائر يعني. فانت في النهايه لازم هيكون دائما في دور لمصر يتلعب بقى بصوت عالي ولا بصوت يعني منخفض خلف الادوار او امام المسرح، دي بقى مساله فيها تكنيكاليتيز، فيها فيها فنيات، واحنا واثقين في انه قيادتنا متحملين المسؤوليه، وهو ده اللي مخلي الدول في الاخر خالص تقول لك طيب يعني تساعدونا ازاي، يعني طب ساعدونا في الملف الف او ب او ج. طيب في ملف سد النهضه، يعني رايك في وجود الولايات المتحده والبنك الدولي كوسطاء في هذه المباحثات؟
هو اولا احنا اللي طلبنا بعباره اخرى انه الولايات المتحده يعني بحكم كل ما حدث في اخر فتره وبزاد في ظل اداره ترامب احنا اقرب الى حلفاء. الولايات المتحده الامريكيه متفهمه انه ده امر لا يمكن لمصر انها تضحي فيه بشيء، يعني اقصى حاجه ان انت تقبل بوجود السد، ولكن يعني ده تضحيه خلاص، يعني انت خلاص ضحيت انه يعني ماشي نعمل سد. انما في نفس الوقت بقى التفاصيل التانية دهيات دي محتاجه حد يكون يعني بنسميه هيفي هاندد، يعني ايده تقيله زي امريكا كده وزي البنك الدولي، لا يعني ما احنا برضو خلينا نكون معقولين. ففي النهايه لا، اختيارنا ليهم واعتقد قبول الرئيس ترامب تحديدا واستضافته للوفدين او ثلاث وفود يعني المتفاوضه في البيت الابيض وكلامه اللي كتبه على تويتر، يعني كانه بيقول انا موجود، انا كرئيس الولايات المتحده الامريكيه مش عايزه هذا الموضوع يتطور في اتجاه يترتب يعني عليه. هيكون في اهميه للولايات المتحده والبنك الدولي اذا ما وصلنا الى التوقيت المحدد لانتهاء هذه المفاوضات، هو تقريبا 3 شهور ولم يتم احراز تقدم، ما دور الوسيط في هذه الحاله؟ هو بس انا اقول حاجه عشان برضو بعض الناس فهمت تصريحات لوزير الخارجيه الاثيوبي على انه كانه بيقول لك نحن ماضون فيما نحن فاضون والموضوع ما لا، هو ده عاده انت بتدخل مفاوضات بتبدا من سقف مرتفع، يعني بتحاول تقول انا مش هضحي بحاجه، انا مش هتنازل على حاجه، بس انت فعليا ما انت قابل انك انت تقعد معانا وقابل انت تروح امريكا وقابل ان احنا نتناقش، يعني هتتناقش على ايه؟ ما انت لو قابل يعني لو ده اخرك يبقى هنقعد ليه؟ ما احنا رافضين اخرك ده. فالفكره كلها انه واحد لو بتشتري عربيه بقول له لا انا مش هتنازل عن كذا لغايه ما يدخل مفاوضات، يعني ما دام قعدنا مع بعض يبقى فكره التفاوض مقبوله، واحنا عايزين ده فعلا. واعتقد الولايات المتحده الامريكيه هي الطرف الاهم في المعادلة الدولية علشان يوم ما يقرر الطرف اللي مش هيستجيب، احنا في حالتنا دي هتبقى اثيوبيا، يعني 99% هتبقى اثيوبيا، كأنه هيعرف ان هو مش هيواجه مصر بس ولا السودان بس، ده هيواجه المجتمع الدولي. لانه ساعتها الولايات المتحده الامريكيه هي زعيمه، هي بتسمي نفسها كده وده واقع، يعني زعيمه العالم الحر اللي هو الدول بقى الناتو ومعاها الاتحاد الاوروبي ومعاها اليابان الى اخره. ولحد بعيد احنا قضيتنا عادله بالمعايير الموضوعيه، مش عشان احنا مصريين، يعني احنا ما بنقولكش وقف السد، يعني احنا عارف تبقى المشكله فين؟ لو كنت قلت له ما تبنيش سد خالص، انت بتقول لا ابنيه واحنا نشتغل مع بعض فيه، واحنا بنقول لك احنا عايزين ناس من عندنا يكون معاك هناك علشان نعرف نخطط احنا، هو بيقول لك لا ده انتهاك للسياده، يعني انك انت تجيب لي موظف مصري يبقى موجود في مكان ما في اداره السد، لا انا مش باشرف عليك، انا بس عايز افهم لان انا لازم ابعت معلومات لبلدي، طب نعمل ايه؟ طب قد ايه موازين الميه؟ قد ايه الميه؟ قد ايه تطلع؟ الى اخره. هو طبعا مش مستجيب لكل ده علشان يعني بيعتبر انه مصر كانها بتمارس عليه نوع من التدخل في شؤونه الداخليه، ولكن احنا لا نقبل هذا ومش عايزين ده، انما عايزين يكون في تنسيق. طب التنسيق ده يكون ازاي؟ فعشان كده الولايات المتحده مهمه، ويوم ما الولايات المتحده الامريكيه تدخل في هذا بعباره اخرى مش عارف يهرب. قبل من كده كان ممكن يقول لك نتقابل بعد 6 شهور، انما دلوقتي امريكا بتقول لا احنا خلال شهر هنتقابل والشهر اللي بعده هنتقابل وبعد خلال 3 شهور هنخلص الموضوع. هو الزم نفسه او التزم تجاه العالم ممثلا في الدولة الأكبر في الاقتصاد وفي المكانة الدولية الولايات المتحدة الأمريكية بأن هو هيبحث عن حل سلمي عادل ومنطقي لهذا النزاع بشأن مسألة سد النهضة. عموما احنا بنثق في الدبلوماسية المصرية وإن شاء الله هذا الملف يعني ينتهي على خير. محور آخر معنا في هذا الحوار الدكتور معتز هو محور هذه الجماعة الإرهابية المسمى بجماعة الإخوان، عادت لتجدد دعوتها مرة أخرى إلى العنف والنزول في الشوارع المصرية. برأيك إيه أسباب دعوتهم للعنف من جديد؟ ما نفعش اللي فات، يلا بقى نبتدي حلقة جديدة. هو حالة من استنزاف المجتمع و وضع الدولة المصرية في حالة الدفاع عن النفس، وهو ده دائما هو هدفه كده، هو بيستنزف المجتمع بحيث ان طول الوقت تحس انك انت متضايق وزعلان ولا اخره، وانه الدولة بتدافع عن نفسها. لكن هو الحقيقة برضو يعني انا مش محب ان انا اتكلم باللغه دي، بس هو ده الحال اللي حاصل، هتقرفني هعرفك يعني يعني انت قاعد بره مكيف نفسك في وريفر، لا هتقبض عليك وعلى اي حد بيسن، يعني اقصد يعني هم الحقيقه بيضحوا بشبابهم، يعني هي الوضع اللي احنا فيه ده وضع سيء سيء اخلاقيا عليهم رقم واحد، وانت في الناحيه الثانيه انت يعني طب هتعمل ايه؟ وبيقال كمان ان هم بيصدروا عدد من الشخصيات للمشهد بعضها غير محسوب بشكل على رسمي طبعا على الاخوان، ودي برضو مشكله تانية انك انت في النهايه هو بيرمي، يعني انا لو صورت الدوله المصريه انها اسد فانت عشان تنقذ نفسك انت عمال ترمي عيالك للاسد ده عشان ياكله بدل ما ياكلك انت بالظبط كده. فهو ففي الاخر هم لو اذكى، يعني انا لو بتصور لو حد ذكي هم لو سكتوا ربما
لا ما هم لو سكتوا هينتهوا يا دكتور معتز. والله انا مش عارف يعني، هو اللي انا شايفه ان هم بينتهوا دلوقتي بس بمعدل اعلى شويه. يعني قصدي ايه؟ لو هو جه مثلا قال لك في موضوع سد النهضه ده نحن نؤيد الدوله المصريه مليون في المية، هتلاقيني احنا الاثنين كده عاملين ايه ده، هو الناس دي وطنيين ولا ايه؟ يعني عارف اقصد، هتلاقينا رجعنا سنتي مش كتير يعني مش هيرجع فكرنا ثانيه هو ايه ده؟ لو جه مثلا قال لك والله نحن نؤيد الدوله المصريه في حربها ضد الارهاب ولا ايه ده؟ يعني انما لا، هم الحقيقه بيفملوا يعني ده احنا لو مصر جاب الجون في ماتش بيزعلوا. طب ما هو انتوا سبكم حسنه تسوقهم، يعني عارف يعني كانه بالزبط. هو العدو بتاعك بالظبط، علاقتك بيه ان انا اذا مكسبي خسرته ومكسبه خسرتي. طب ما انت وضعت نفسك، امال انت عايز تحكمنا ازاي لو انت عايز يعني تحكمنا؟ ما هو نو واي، القضيه ما بقتش ان انت عندك مشكله مع النخبه الحاكمه، انت عندك مشكله مع الشعب. ونجحت، وما تقوليش ان ده الاعلام ضحك على الناس، لا 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 لا، لا. انت نجحت بسياساتك وباقوالك انك انت تخلق جدار كثيف من الشك والتشكك عند الناس العاديه فيك وفي نواياك. يمكن بتوع ربنا ما بقوش بيقولوا لا 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 خالص ولا لا، مجرد انك انت ترتمي في احضان دوله تانية. ما هو برضو اصل احنا ايه يعني ايه معيار الوطنيه؟ يعني ايه اللي بيخلينا نقول ان كل حكام ال20 حاكم اللي حكموا مصر من ايام محمد النهارده بنصفهم بالوطنيه ما عدا سعيد؟ يعني هو تلاقي كده في يعني مش اجماع بس يعني الراي الغالب، لانه لاي مدى هو كان مستعد ان يقدم تنازلات للاجانب على حساب المصلحه الوطنيه المصريه. فهنا حطيته في خانه، فكره الاستقواء بالخارج هي الحد الفاصل بين الوطني والخائن. يعني انا النهارده بغض النظر عن انك انت اخوان ولا، يعني انا لو ليبرالي ولا يساري واستقوى بدول اجنبيه واقول لهم شوفوا مصر بتعمل ولا اخره، هتتوصل بنفس الوصمه طبعا. وعايز اقول لك ده في اي حته في الدنيا مش في مصر، يعني عايز اقول لك يعني لو انت فرنساوي ورحت يعني حاولت انك انت تستقوى بامريكا ضد فرنسا هكذا سيصفك الاتجاه الغالب في المجتمع الفرنسي. ده كان في فيديوهات امبارح يعني بيقولوا فيها انه محاربه او مكافحه التنظيمات الاسلاميه هي مكافحه للاسلام نفسه. لا طبعا ده فرق والله انا الكلام بقى يعني بجد بقى مضحك وكوميدي. ما هو ما هي خد بال حضرتك، يعني احنا طبعا ممكن نرجع تاريخيا لحاجات كتير، بس انا هو ايه جوهر فكره الفكره دي ان هو في اسلام وانه في مسلمين؟ هو عايز يقول لك ايه؟ هو عايز يقول لك انا سوبر مسلم، انا مسلم فوق العاده، انا مش زيكم يعني حضرتك وانا والناس دي احنا مسلمين درجه ثالثه رابعه خمسه. الاسلام اللي يفهموا هم، فهم الاسلام واحنا مش اسلام لان احنا ما احناش مستوعبين الاسلام زي ما هو مستوعب، وبالتالي احنا مجتمع جاهلي. ده اللي قاله سيد قطب. ما هو سيد قطب ايه ايه اسهام سيد قطب على فكره مقارنه عشان بس الصوره دي تكون واضحه؟ وحسن البنا جه قال لك ايه؟ قال لك نبدا بالفرد المسلم لحد بعيد، يعني منهج دعوي. الفرد المسلم ده يخلق اسره مسلمه، الاسره المسلمه تعمل جماعه مسلمه، الجماعه المسلمه لما تكتر الجماعات دي تبقى مجتمع مسلم، المجتمع المسلم يبقى دوله مسلمه، يبقى خلافه اسلاميه، يبقى استاذيه العالم. دي كانت تصوري. سيد قطب قال لك احنا عملنا القصه دي، احنا قلناها بتاع 800 سنه. لا احنا نبدا بالقفز على السلطه. ده مجتمع جاهلي جاهلي يعني كافر، يعني مجتمع جاهلي زي المجتمع اللي كان بيواجهه الرسول عليه الصلاه والسلام. فبالتالي ده مجتمع متخلف كافر جاهل، احنا مش هينفع نقعد نعلمه، ده لو علمناه هنموت ومش هيفضل مش هيتعلم. نعمل ايه؟ احنا نوصل للسلطه. عشان نوصل للسلطة نقتل كل ما دوننا والسلطه، يعني اي حد يقف بيننا وبين السلطه نقتله. اقتل بقى شرطه، جيش، قضاء، اعلام، مثقفين، اي حد، كل دول هم ما دام بيمنعك عن الوصول للسلطه اللي هي الغايه، نقول الهدف الهادف. لما توصل للهدف ده بقى هيخليك يمكنك بقى تخلق الفرد المسلم، هتجبر بقى المجتمع على انه يبقى فرد مسلم واسره مسلمه، يعني تعمل بقى اللي هو بيقوله اللي كان بيقوله حسن البنا. فهو بالنسبه له النهارده احنا كمسلمين في هذا المجتمع مش في مجتمع مسلم، احنا في مجتمع جاهلي، مجتمع من وجهه نظره ما يعرفش شرع ربنا. طب نعمل ايه؟ هنقعد ندعوه؟ ما هو يعني الازهر بيقوم بالدور ده، وزاره الاوقاف بتقوم بالدور ده، هو مش هيستجيب لنا. طب نجبره بقى. نجبره ازاي؟ انه مفيش خلاص ليكم غير ان انتوا تقبلوا ان احنا نحكمكم بالمنطق ده. هو بقى بيعمل، ولما المخطط ده كله فشل راحوا على تركيا وفتحوا القنوات وقالوا بقى يهدوا في البلد عن طريق الاعلام. ده برضه فكره طبعا. هو بالنسبه له المخطط ده كله فشل، قعد سنه وفشل. ما هو حروب الجيل الرابع دي فكرتها الاساسيه يعني. وعايز اقول لك الناس بتفتكر ده كلام فاضي، لا ده علم. انا والله لما كنت في امريكا كان في الاول الناس مش مصدقه، دلوقتي مفيش حد مش مصدق. طب اتمنى بقى ان كنا لا، انا في يوم من الايام والله دخلت كان محاضرة في العلاقات الدولية وكان واحد من الأساتذة يعني الله يرحمه بقى خلاص مات أمريكاني، كان بيشرح لنا عن حاجة اسمها بروجكت كامو. ايه بروجكت كامو ده؟ قعد يحكي قصته انه الامريكان قرروا يتدخلوا في شؤون حاجه و20 دوله في العالم، كان منهم مصر على فكره، الكلام ده كان في الستينات، كان منهم مصر واندونيسيا ومش ومعظم دول امريكا اللاتينيه. اللي هو ايه بقى الفكره؟ عايز اقول لك ايه؟ انا مش عايز احاربهم، انا عايزهم يحاربوا بعض. يعني انا عايز المجتمع نفسه يحارب بعضه.
فانا ليه اقعد ابعت صواريخ وقنابل وموت ناس وكلام زي كده؟ انا اشوف ايه اسباب الانشقاق الداخلي اللي هي قد كده واخليها قد كده واغذيها، بخلي بدل ما النار قد كده اخليها تنفجر وكله يقتل في بعض ولا اخره، ويبقى احنا بكده قعدنا هندسه المجتمعات بما يخدم مصالحنا الغربيه. المشروع ده لما اتفضحت وقف، بس الفكره موجوده من زمان، وهم ده اللي هم بيحاولوا يعملوا، هم نفسهم ان احنا نقع في بعض. الجيش بقى في شرطه يقول لك راس الجيش منقلب على مش عارف مين ومش عارف مين منقلب، وتحس كده يعني انت لما تقعد تسمعهم تحس انهم بيتكلموا عن دوله تانية. يعني انتوا بتقولوا الكلام ده منين؟ يعني انتوا ايه المؤشرات؟ لكن هو برضو مش غبي قوي يعني. هو عايز يخلق واقع في الخيال عشان يكون مقدمه لان الواقع ده يتحول الى واقع على الارض يعني في حياتنا. بالظبط. فلما اقعد اكلمك ايه؟ ما هو فلان هيفشل، فلان ده هيفشل، اصل ده هيفشل، اصل ده هيفشل، اصل ده هيفشل. فهو بالنسبه له دي نبوءه محققه لذاتها، ما دام انت اقنعته انه هيفشل يبقى هيفشل. هتنقسم بالايحاء بالظبط كده، انا هخليك في حاله من الايحاء انك انت مش هتنجح ومش هتنجح غير بيا، فيبقى فيش قدامك بديل غير انك انت ترجعني تاني للحياه العامه والحياه السياسيه الى اخره. طيب ما دام يعني على الاخوان هنتكلم عن تركيا طبعا يا دكتور معتز طبعًا. بس هنشوف فيديو هنشوفه مع حضراتكم دلوقتي. وصف الفيديو كالاتي، في فريم صغير كده او شباك هيبقى موجود في الشاشه، هيكون موجود تحت كده الاردوغان في احد اللقاءات في التسعينات قبل ما يترشح على منصب رئيس الوزراء، كان بيقول فيه انه المواطنين وقتها كانوا بياكلوا من القمامه وما كانوش لاقيين مياه وما كانوش قادرين يدفعوا ايجارات بيوتهم من الفقر، علشان كده كان عاوزهم ينتخبوه. لكن في الإطار الأكبر في هذا الفيديو اللي هنشوفه هتلاقوا إن كل اللي كان بينتقده أردوغان من 20 سنة قبل ما يبقى رئيس وزراء أو حتى رئيس جمهورية هو هو اللي بيحصل في الأتراك دلوقتي، لسه الشعب بيأكل من القمامة. تعالوا نشوف الفيديو. Bugün benim Anadolu'daki vatandaşım konteynerlerden evine çöp rızık topluyor, götürüyorsa, hafta pazarlarının atıklarını toplayıp evine götürüyorsa, meydanlar açız açız diye bağırıyorsa, evinin kirasını ödeyemiyorsa, suyunun parasını ödeyemiyorsa, elektriğinin parasını ödeyemiyorsa ve artık yandım Allah diyorsa benim halkım, vatandaşım, %25'i açlık sınırının altındaysa, %50'si yoksulluk sınırının altındaysa, bu hale Türkiye'yi kim getirdi? Bu hükümet getirmedi mi? Rakamlar ortada ve bu hükümetin ortakları olarak bunun sorumluluğunu taşımıyorlar mı? Millet bunların hepsini çok iyi biliyor. Bakın, zaman şöyle biraz daha ilerlesin. Bir seçim satım haline girildiği zaman arşivlerin hepsi açılacak. Hepsi gözler önüne serilecektir. Yani bu millet bu kadar da unutkan değil. Bunların hepsi hatırlatıldığı zaman neyin bedelini kimlerin ödemesi gerektiği ortaya. طبعا هو الكلام اللي كان بيقوله ده كان بيقوله زمان، لكن الصورة اللي كانت موجودة فوق دي صورة دلوقتي. يعني هو كان بيتكلم عن الناس اللي بياكلوا من القمامة، اللي هو كان عايز يترشح عشان يبطلوا ياكلوا من القمامة ويدفعوا ايجاراتهم، لكن الصورة بتفضح حاليا مش الصورة وقت ما كان بيتكلم. اذا الوضع لم يتغير، حتى لو كان اردوغان في وقت من الاوقات حقق طفرة اقتصادية لتركيا واضح ان الناتج بتاعها لم يشعر به الشعب كالعادة، يعني بيروح لبتوع الفساد. هو صحيح شكله نمو لكن لا يذهب الى مستحقيه. لا، هو اردوغان، انا هقول لك حاجه لسه قاريها في موقع اسرائيلي، انا طبعا مش المفروض استشهد بموقع اسرائيلي، بس هو الشهاده اللي كان عامل فعلا تقرير حلو قوي اسمه، وموقع اسمه والله والله ما اعرفش والله دي يعني دبليو اي ال ال اي اتش دوت اي اي ال اللي هو اسرائيل. المهم يعني ده موقع بيكتبوا فيه بالعبري وبالانجليزي، وكانوا عاملين تقرير هايل عن الاوضاع في تركيا لسه من 3-4 ايام. يعني عايز اقول لك ببساطه كده، هو قايلين ايه بقى؟ هو خلاص الموضوع بيقول لك من أقام المعبد هدمه، اللي هو أردوغان. يعني هو قعد يبني 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 يبني، وبعد ما بناه راح مدمره تاني. ليه؟ هو إيه المنطق؟ إيه المنطق اللي هو بيقولوه؟ بمنتهى البساطة، هذا الرجل بدأ بسياسات رشيدة جدا، منطقية جدا، وطبعا ده، وبالمناسبة الموقع، وأعتقد إحنا كلنا مش محتاجين الموقع. يعني هو ده كان مش فكره، هو كان فكر الناس المحيطين بيه. كان معاه عبد الله جول كان رئيس جمهورية، هو كان رئيس وزراء، وكان معاه علي باباجان اللي هو كان وزير مالية، اللي هو المخ الاقتصادي. اللي هو كله ده ناس مشي دلوقتي. أطاح بيهم كلهم. وكان في داوود أوغلو اللي هو كان وزير الخارجية، اللي هو بيقول لك إيه يعني صاحب الفلسفة في مشاكل مع الدول المحيطه بينا، ونحاول ان احنا مش ننكافئ على ذاتنا، ما نبقاش اجريسيف. فاكر اول ما بدانا قلنا السياسه الخارجيه مشاكل. ايوه مش عايز ابقى عدواني، انما هبقى التاني اللي هو اكتف نشط زي مصر دلوقتي اللي هو كان ساعتها بيعملوا كده. نحاول نساعد الدول المحيطه بينا نحل مشاكلنا من غير ما احنا نتدخل كطرف مع حد ضد حد الى اخره. ده احنا بنحاول نعمله قدر المستطاع. المهم
فاللي عمله أردوغان إنه جيب منتهى البساطة ويتخلص من كل هؤلاء وارتدى عباءة السلطان وأصيب بمرض ده الموقع بيقول لك كده، أصيب بمرض اسمه إيجومينيا. إيجو الذات، مينيا العظمة، جنون العظمة، جنون الذات. أنا بقى لا أنا هحكم وهقرر وينعل مش عارف ايه، يعني عارف اللي هو ما دام قررت حاجه يبقى اعملها. امريكا تقول النهارده اربع مصائب اقتصاديه. ما كل ده انا بنقل عن حاجات مش مصريه احسن تفتكر ان انا بقول لكم يعني ايه ده مصادر مصريه. دي فعلا دي طالعه من امريكا وطالعه من اوروبا وطالعه من كل حاجه. فانا بقول لك عنده اربع مصائب. رقم واحد، معدل التضخم بيرتفع بشكل غير مسبوق. 2، الليره التركيه بتنخفض بشكل غير مسبوق. بالظبط، بتنخفض وبتتذبذب بطريقه غير منطقيه بالمره، وده اسوء على فكره. يعني انها تبقى يعني انت عارف اتجاهها، ده ما هي عماله تعمل كده. طب انا هعمل بيزنس ازاي؟ ما انا مش طب يعني احاسبك على لو هستورد عدم اليقين بالنسبه للمستثمرين. خلاص انا فهو ده منطقي، وده اللي ادى لتالت حاجه انه بنسبه البطاله ارتفعت، لان قطاع واسع جدا من الناس بيعتمدوا على الانفستمنت او الاستثمار اللي جاي من بره. لا انا مش هستثمر ثبت. يعني رابع حاجه نسبه الدين. او بالمناسبه تركيا في فتره من الفترات في وسط الثلاث اشخاص كنت بقول لك عليهم دلوقتي وصلت لمرحله انها سددت كل ديونها الخارجيه، دلوقتي رجعت تستدين بمعدلات عاليه جدا. فلما تحط اربع حاجات دول هم مع بعضها تقول يا عم انت مجنون، انت بقدر ما احسنت بقدر ما اسات، وجيت كده عامل زي اللي كتب مثلا اجابه في امتحان وراح جايب الاستيكه وراح ماسح كل اللي كتبه. طب كل ده ليه؟ عايز ايه؟ توصل لايه؟ يعني عايز تحكم مصر؟ طب ما مش هتعرف. يعني ده تاريخ اصل مصر، يعني مش يعني مش بس مصر، هو عايز يحكم عايز يرجع سلطان عثماني تاني. بالظبط كده. اللي بيأكد أيضا تردي الأوضاع المعيشية في تركيا في عهد أردوغان شهادة نائب رئيس الكتلة الحزبية عن حزب الشعب الجمهوري اسمه أوزجور أوزال، اللي بيشرح فيها أسباب انتحار أربع شباب بسبب ضيق المعيشة عليهم في عهد أردوغان. تعالوا نشوف الفيديو. Dört kişi toplu intihar etti. Ama bu dördü kardeş. Bu dört kardeşin 48'de 60'sındalar. Biri müzik öğretmeni, biri kurye, ikisi işsiz. İki aydır birlikte yaşadıkları evin elektriğini ödeyemiyorlar. Ölüyorlar. Ölümlerinden iki saat sonra BEDAŞ denen kurum gelip elektrikleri kesiyor. Cenaze evinde. Ve emin oldukları bir şey var. O kadar garibanlar ki. مش بس يعني بياكلوا من القمامة، ده كمان في حالات انتحار جماعي نتيجة شظف العيش موجود في تركيا دلوقتي. والله أنا هقول لك حاجة كمصري وكعربي وكمسلم، يعني أنا حزين إنه إحنا يعني نوصل لهذا المستوى. بقدر ما أنت يعني تركيا فيها بوتنشلز عالي جدا كمقومات دولة عالية جدا. لازم أقولها بوضوح، هم اقتصادهم تقريبا ثلاث أمثال اقتصادنا رغم أنهم عدد سكانه أقل من عدد سكاننا. ليه؟ بقليل يعني. بقليل، بس هي الفكرة فين؟ إن هو عنده هو جزء من أوروبا شئنا أم أبينا. هو لما بيبعت ناس تشتغل بره وترجع، اللي بيروح ألمانيا اللي بيروح إيطاليا اللي بيروح، فبيرجع له عنده. إنما أنت بتبعت ناس في ليبيا وناس يعني لا مش عايز أنتقد حد يعني، بس عايز أقول إيه؟ هو عنده فعلا مقومات ان يكون دولة عظيمة وتساعدنا، تساعد المنطقة، تساعد سوريا وتساعد العراق انما هو اختار انه يقف في معسكر اعداء المنطقة العربية كلها لاوهام شخصية ليس لها اي اساس لا من العلم ولا من يعني كما علم السياسة ولا المنطق، غير حاجة واحدة بس، جنون العظمة الشخصي. يعني الحاجة الوحيدة اللي ممكن تفسر لنا سلوكه هو علم النفس. يعني هذا الرجل مجنون بالقوة لدرجة انه ما يكفيهوش ان يحكم تركيا، عايز يحكم بقية المنطقة. فطبعا يعني انا حزين لتركيا انها تكون كده، حزين ان انا اعرف مش يعني دي مش معلومه، دي معلومه يعني اصبحت يقينيه، يقف بالدعم الكامل العسكري الكامل للناس في ليبيا علشان يكونوا ضد الجيش الوطني الليبي، يقف بالدعم المباشر مع قوة معارضة لقوة بشار الأسد، مصالح يترتب عليها في النهاية أنه يفعل ما يضر بتركيا ويضر بكل المنطقة العربية. طيب لما نيجي نتكلم عن فكرة السيطرة دي يا دكتور معتز، يعني كان من الممكن أنه هو لو كان عايز يسيطر على الدول العربية أو على الإقليم اللي هو فيه أن ينتهج أسلوب آخر، أسلوب المصالح، أسلوب النفوذ، ولكن ما انتهجه هو أسلوب العنف، أسلوب عدواني، أسلوب هجومي على الدولة اللي ما تتبعش سياسته. هل ده ناتج لأنه نوع من أنواع الطغاة التابعين لجماعة الإخوان؟ يعني لو كان طاغية مش مؤدلج ما عندوش هذا الانتماء كان انتهج نفس الأسلوب في محاولة السيطرة
على إقليمه؟ لا، هو الحقيقة كلامك عن سؤالك ذكي جدا، لكن خليني أقول لك ما يلي. لا، هو دي فكرة إخوانية في الأصل، إن إحنا مدام وصلنا للسلطة في حتة لا. لازم نساعد ما بين قوسين إخواننا. الطريقة لا، بتكلم على الطريقة، إنه الطريقة اللي انتهجها ما هي في الهدف. هو هدف موجود عند كل الدول الاستعمارية يعني لكن الطريقة اللي هو انتهجها دي لأنه منضم لهذه الجماعة. طبعا ما هو بالنسبة له جهاد، ما هو وصف الجيش اللي هو بعته علشان يحارب في سوريا بالجيش المحمدي. هو يعني نفس الفكرة ان احنا بندافع يعني عن قضية سياسي. ما تحقق اهدافك من غير ما تكون عندك الايديولوجية دي يعني. لا، ما هو ده بقى صعب. ما هو ما هي دي النقطة، انه اللي بيدخل في فلك هذه الجماعات بيتلبس بيها وبيعتقد ان هو يعني. انا فاكر الراجل محمد احمد اللي كان اسمه المهدي، اللي كان مسمي نفسه المهدي المنتظر في السودان، كان عنده نفس الفكره. هو يقود جيش السودان وهيطلع يحرر القدس ويحارب ويصلوا مش عارف في يعني عارف اللي هو تحس كده ان هو ما دام دخل في هذه الادوشه بتغير السايكي، بتغير طريقتهم في التفكير. عارف زي ما يكون لابس نظاره خضراء فشاف الدنيا كله اخضر. احنا هنحرر مصر، هو وجهه نظره كده، هنحرر مصر. في حاجه بتحصل في كيمياء المخ. هو بالنسبه له هو لما بعت قوات لسوريا، هو بعت قوات عشان يحرر سوريا. ايوه، من مين؟ من بشار. طب يعني بمناسبة قنوات الإخوان بتقول كده، بتقول إن الجيش التركي رايح علشان يحرر سوريا وعلشان يدافع عن الأمن القومي بتاع تركيا، ولا كأن سوريا دي دولة عربية؟ لا ولا لا، ما هو هو الاعتبار. هو يعني طبعا أنا بحكم رسالة للدكتوراه قريت شوية في فكرهم وكده. لا، هو بيعلم الشباب من هم صغار خالص إن أنت قضيتك الكبرى تحرير فلسطين وإزالة الأعلام العربية. هو العلم مصر ده بالنسبة له هو مؤشر الاستعمار، مفروض مش مفروض يكون على مصر. ما حرروا فلسطين في كل تاريخهم الحقيقة. لا، هم بيقولوا كانوا بيحرروا دولنا احنا. ايوه، ما هو داعش يعني هو داعش جرب لما حد قرب يعني رمت بومبا حتى على اسرائيل. لكن الفكره هو بيغسل مخك في مرحله عشان تبقى تابع. بقيت تابع عمرك بقى ما تحقق اللي هو كان بيقولك في الاول. لا، انت بالزبط. تابع يعني انت روح بقيت الفلان وعلان وموت سين وصاد وعين اللي هم كلهم عرب ومسلمين والى اخره، مش في باله بقى لا تحرير فلسطين ولا الكلام ده. وللاسف الشديد يعني نحن مبتلون بهذا الفيروس اللي متمثل في أردوغان يعني أشباهه، اللي متصورين إن هم يتحدثون باسم الإسلام وبالتالي هم يملكون ما لا نملكه نحن من رؤية، وهم الوحيدون الذين يفهمون عن الله مرادا. طيب، واضح ان هو كمان عنده طبعا مشاكل داخليه كبيره. يعني رئيس بلديه قير شهير هو عن حزب معارض في تركيا اكتشف بعد فوزه في الانتخابات الاخيره في مارس الماضي ان حزب اردوغان لم يدفع تامينات الموظفين لعشرات السنين اثناء فتره حكمه، وايضا هناك خلافات داخل حزب الحريه والعداله نفسه. فاردوغان بيفكر انه يستخدم ورقه التعديلات الدستوريه لوقف تراجع شعبيه حزب العداله والتنميه. يعني كل هذه القرارات اللي ممكن نوصفها بالغبية، لو اتخذها هل ده هيزيد من شعبيته؟ لأن الاقتصاد هو الذي يتحدث وحالة الشعب هي التي تتحدث. صحيح. مش التعديلات الوزارية. لا، هو ارتكب مجموعة من الأخطاء التي فتحت نزيفا لا يمكن أن يندمل بسهولة داخليا وبالذات فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والمالي. الانفاق الشديد على التسلح وعلى تمويل الجماعات الميليشيات المواليه ليه في سيناء، في ليبيا، في الدول سوريا، في العراق، سوريا الى اخره. كل ده جعله يتحول من دولة فائض إلى دولة عجز. طب دولة العجز دي انعكست على المواطن إنه بدل ما هبني مدرسة ولا شغل مصنع ولا حل مشكلة كهرباء، لا ده أنا بدي فلوس حمول الميليشيا الفلانية. بالظبط كده. فبالنسبة له، وهو على فكرة دي نفس مأزق إيران، يعني لو فتحت الملفات ولو تركت للناس إنها تعبر عن وجهة نظرها بصدق عمرها ما تبقي لا على النظام الإيراني ولا على النظام التركي. بالزبط. يعني البديل هيكون قطع لاي حد غير الموجودين دول، لانه بيتاج. يعني انا مالي انا كمواطن ايراني، ومش بالمناسبه ده مش مساله يعني انا كمواطن انا مالي ابعت مساعدات عسكريه لليمن عشان ايه؟ يعني ما تخلي اليمنيين عايشين مع بعض في وئام بدا انا خلقت عشان الجرح. عندي اجنده، عندي اجنده. بالظبط، ده الدول يعني النظام الحاكم، لكن الشعب نفسه ما احنا مخرجين الشعوب من المعادله. تمام. فبالنسبه هو نفس الكلام اردوغان. سيفعل اردوغان كل ما يستطيع كي لا يترك السلطه، بس في ظل العداء الواضح اللي ما بينه وما بين كتير من الدول الاوروبيه والولايات المتحده الامريكيه لن يتمكن من ان يذهب بعيدا. طيب، احنا خلصنا محاورنا، ولكن بشكرك شكرا جزيلا على كل هذا التحليل وهذه الرؤيه. دكتور معتز بالله عبد الفتاح، استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره، شرفتنا. ربنا يخليك. اشكرك. ربنا يبارك لي فيك. ربنا يخليك. انتهت هذه الفتره وهذه التغطيه لمجريات الاحداث على شاشه اكسترا نيوز. بعد قليل ريهام السهلي والمزيد.